احتفل موقع البحث الأشهر عالميا بالذكرى 71 لميلاد إمبراطور السينما المصرية الفنان الراحل أحمد زكي الذي يحل ميلاده اليوم، حيث أنه مواليد 18 نوفمبر عام 1949 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقام بتغيير واجهته المعتادة بصورة للفنان الراحل. بدأ أحمد زكي مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية العيال كبرت عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التلفزيوني مؤديا دور عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل الأيام. أول أفلامه كان أبناء الصمت عام 1974. في عام 1980 كان قد مثل 6 أفلام بما فيهم الإسكندرية ليه، وهو من إخراج المخرج العبقري يوسف شاهين. وتقدر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلما على مدار حياته، ويعتبر الفنان الراحل أحمد زكي ثالث أكثر ممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996، حيث شملت القائمة 6 أفلام له، هي البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، اسكندرية ليه، أحلام، هند وكاميليا، وأبناء الصمت. حصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريم، بينهما مهرجان اسكندرية عام 1989، ومهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، وتوفي في 27 مارس عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.